حرس الشرف السلام لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. سلام. قف. حرس الشرف كتفا سلام. استاذن جلالتكم بانصراف حرس الشرف سيد. حرس الشرف يتقدم بهيئة الاستعراض بنظام الفصائل معتدل سر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، والبحرين في عزة ورفعة وتقدم في ظل قيادة مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه. خير ما نبدأ به حفلنا هذا تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيفنا الموقر معالي السيد عمران أحمد خان رئيس وزراء باكستان الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا وبما تحمله من معاني وعبر تجسد قيم الولاء والانتماء في أرقى صوره أن نهنئ الجميع بقدومها، فهي من أجمل أيام الوطن الذي نحرص فيه وبمعية شعبنا العزيز على تجديد عهود الواجب الوطني لحمل أمانته وصون منجزاته ورفعة شأنه. كما تحل علينا هذه المناسبة العطرة والبحرين تزهو بتأسيسها المدني وبنائها الحداثي وبإنجازاتها العريقة في كافة المجالات التنموية التي تعود بالزمن لتلك الانطلاقة العريقة على يد مؤسس الدولة البحرينية قبل أكثر من قرنين، فهم من مهدوا درب نهضتنا الوطنية، فسار عليه أهالينا الكرام بعزم الأوفياء وبتضحياتهم الجسام، فأصبح الوطن حراً شامخاً سيداً لقراراته ومستقلاً بإرادته. وإنها لمناسبة طيبة بأن يشاركنا أفراحنا الوطنية ضيفنا وأخينا العزيز السيد عمران خان، مقدرين له كريم زيارته ومرحبين به أجمل ترحيب، فلباكستان وشعبها مكانة كبيرة لدينا
وسنعمل معا بإذن الله على تقوية تلك العلاقات الرحبة بما يحفظ مصالحنا المشتركة ويوحد جهودنا لخير العالم من حولنا. الحضور الكريم وفي قمرة هذه المشاعر الفياضة بحب البحرين والاعتزاز بمكانتها الرفيعة في نفوسنا، فإنه ليسعدنا أن نتوقف بالفخر والتقدير أمام إسهامات نخبة من الكفاءات الوطنية، وأن نخصهم بالشكر والتكريم لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن. وختاماً نسأل الله أن يجعل أيام البحرين كلها عيداً وطنياً يتجدد بالعطاء المخلص لشعبنا الوفي، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورين. تفضلوا سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمنح الأوسمة التقريرية وتكريم رواد العمل الوطني بمناسبة العيد الوطني المجيد. العميد الركن محمد عبد اللطيف فهد بن جلال قوة دفاع البحرين الاتحاد العسكري الرياضي وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. الرائد الركن خالد بن خليفة بن أحمد آل خليفة قوة دفاع البحرين الكتيبة الخاصة 83 وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. الوكيل أول محمد عبد الله إسماعيل حكيم قوة دفاع البحرين سلاح الجو الملكي البحريني وسام الكفاءة من الدرجة الثانية. العقيد طلال عيسى خالد المسلم التحق في الخدمة العسكرية بقوة دفاع البحرين في عام 91 إلى 99 ثم انتقل إلى الحرس الوطني عام 99. الوكيل أول عيسى محمد إبراهيم بوكمال التحق في وزارة الداخلية بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية عام 83 ومن ثم إلى الحرس الوطني عام 2001. العميد حمد بن محمد آل خليفة وزارة الداخلية وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. العريف جعفر زيد وزارة الداخلية وسام الكفاءة من الدرجة الثانية. سعادة السفير صلاح علي
حسن المالكي سفير مملكة البحرين لدى الكويت. سعادة السفير محمد إبراهيم محمد عبد القادر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان. الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة المدير العام للتسجيل العقاري وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الشيخ عبد الله بن خالد بن محمد آل خليفة وكيل الرقابة الإدارية بديوان الرقابة المالية والإدارية وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. المهندسة منى سيد علي الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو حاصلة على المركز العاشر في مؤشر أقوى عشر سيدات أعمال عربيات وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد محمد عبد الله آل الشيخ مدير إدارة السادة القضاة وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتور علي حسن فولاذ مستشار السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد عبد الرحمن جاسم فخرو مدير إدارة شؤون النواب من عام 1992 ميلادية وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتور خالد محمد عبد الله تقي المدير العام لبنك الإسكان وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتور محمد علي بهزاد الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتور عبد الغني صالح الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الآنسة ناني محمد بطي القائم بأعمال مدير نظم المعلومات عملت في القطاعين الخاص والعام وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد سامي محمد حميد القائم بأعمال الوكيل المساعد للعلاقات المالية والتعاون بشؤون الجمارك بوزارة المالية وزارة العمل العفو وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتورة أشواق علي حساني استشارية العلاج الطبيعي بمجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتورة إيمان أحمد عبد الله حاجي رئيس قسم الصحة المدرسية بوزارة الصحة وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. المهندسة أسماء جاسم مراد الوكيل المساعد للصرف الصحي وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد يونس سلمان حسن مدير إدارة
الإذاعة بوزارة شؤون الإعلام وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. المهندس هاني سلمان النجار مدير إدارة نظم المعلومات وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الأستاذ محمد عبد الرحيم بوشيري الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق وسام العمل من الدرجة الأولى. السيد جواد يوسف عبد الوهاب الحواج رجل أعمال وسام العمل الوطني. السيد يوسف عيسى أحمد بوبشيت الوكيل المساعد للملاحة البحرية وسام العمل الوطني. السيد محمد عبد الله زينل رئيس تدقيق المطار والملاحة الجوية بشؤون الطيران المدني وسام العمل الوطني. السيد توفيق شرف العلوي ينوب عنه ابنه خالد توفيق العلوي مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسام العمل الوطني. السيد جاسم عيسى الشراوي مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وسام العمل الوطني. الدكتور عبد الله غلوم البستقي مدير عام عمليات الحقل بشركة تطوير البترول وسام العمل الوطني. السيد عبد الله أحمد الساعي انضم إلى وزارة الإعلام عام 80 بوظيفة محرر ثم انتقل إلى الديوان الملكي حيث تولى كتابة أخبار جلالة الملك المفدى منذ عام 83 حتى الآن وسام العمل الوطني. السيد مالكوم أندرو جيمس داف عضو مجلس إدارة البحرين وسام العمل الوطني. شكراً لكم يا صاحب الجلالة على تكريم رواد العمل الوطني في عيد البحرين المجيد. كلمة المكرمين تلقيها نيابة عنهم الدكتورة إيمان أحمد عبد الله حاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب المعالي دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نتشرف بالوقوف بين يدي جلالتكم في هذا اليوم المجيد، يوم ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى العشرون لتولي جلالتكم مقاليد الحكم.
لحظة من أعز لحظات حياتنا وحياة الوطن، فلقاء جلالتكم تكريم، وتكريمكم شرف عظيم يتطلع إليه جميع أبناء هذا الوطن، وثقتكم الغالية أمانة في أعناقنا لبذل المزيد من أجل مملكة البحرين. سيدي صاحب الجلالة، إن عهدكم الميمون حافل بالإنجازات العظيمة، وأن ما سنيتموه من عادة تكريم أبناء الوطن المتميزين في كل عام لهو نبراس يقتدي به الجميع، ودافع لأبناء الوطن لمواصلة مسيرة التنمية والتميز لنيل شرف الحصول على هذا التكريم. إن عناية جلالتكم الكريمة بهذه الكوكبة من أبناء الوطن من عسكريين ومدنيين ورعايتهم ودعمهم لهي الدافع الحقيقي خلف ما نراه اليوم من إنجازات ونجاحات غير مسبوقة في مختلف المجالات العلمية والعملية والرياضية وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ذلك لتحقيق نظرتكم الثاقبة لحاضر ومستقبل هذا الوطن وجني ثمار غرسكم المبارك الذي رسختم فيه روح العطاء والتفاني لخدمة الوطن. مليكنا المفدى، تقف كلمات الشكر عاجزة عن وصف مشاعرنا تجاه هذا التكريم العظيم في هذه المناسبة العطرة. ختاماً، أرفع إلى مقام جلالتكم السامي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع المكرمين أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، مهنئين جلالتكم بهذه المناسبة الميمونة أعادها الله على جلالتكم سنين عديدة باليمن والبركات. حفظكم الله قائداً وبانياً لنهضة الوطن، وأدامكم ذخراً للبلاد. حفظ الله البحرين بكم وحفظكم للبحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.